صباح الأمل، صباح السعادة، صباح التفاؤل لأحلى مشاهدين ليتابعونا حاليا من شاشة قناة الديار الفضائية، وأكيد برنامجكم الصباحي صباح الديار. مية هلا ومية غلا بك يا حسين. صباح الخير يا نور. صباح الخير والمحبة عليكم مشاهدين الأحبة وين ما تكونون، من شمال العراق إلى جنوبه. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ونهار جديد وفقرات جديدة من برنامجكم صباح الديار. مثل ما تدرون كل يوم عندنا موضوع معين، عندنا فقرات جديده، عندنا وقت ان شاء الله راح تستفادون من خلاله. خليكم ويانا لكن بعد هذا الفاصل. وصباح الخير مره ثانيه لعيونكم مشاهدينا، يا ربي هذا النهار بسمه وسعاده وفرحه ودائما هذا التفاؤل بحياتكم. ابتدينا وياكم برنامجكم اكيد الصباحي صباح الديار بفقرات متعدده ومتجدده ومتنوعه، اكيد دائما اطلاله تكون جميله بفقرات متعدده واكيد تكون جديده وياكم كل يوم بفقرات، وايضا فواصل واكيد اغاني تكون حلوه نهديها لكم. اليوم باعتبار الجو حلو وايضا درجه الحراره تكون شويه منخفضه لانه مو ذيك ارتفاع درجات الحراره. اليوم خلينا نشوف حسين شو محضر لنا بالنشره الجويه اليوم. شوف النشره الجويه حسين. طبعا النشره الجويه اليوم تبشر بخير. المناطق الوسطى والشماليه بدا درجه الحراره ها كذا، يعني راح نحس بانه الصيف حيخلص ان شاء الله. حلو، بما انتم من محبين الصيف، يعني انت وحسناء تحياتنا لحسناء من محبين الصيف انتم. لكن بدأ درجة حرارة بالتناقص نوعا ما، لكن في المنطقة الجنوبية بعدها محضر حرارة على مستواها العالي والعظيم. نقول اليوم درجة الحرارة 25 لو 30. لا 25 30 وينك؟ هاي إيه؟ بالشتاء 25 30، احنا عندنا شواطئ 25 30. لكن درجة الحرارة لهذا اليوم في بغداد 45 درجة مئوية العظمى، أما الصغرى 29 درجة مئوية، والجو بشكل عام مشمس اكيد، يعني هذا الشيء ما يقبل غلط. وسرعة الرياح 18 كيلومتر بالساعه، اما الرطوبه 24%. اما درجه الحراره في المنطقه الشماليه بشكل عام تتراوح من 41 في محافظه السليمانيه الى 44 درجه مئويه، اما المنطقه الجنوبيه تتراوح من 45 الى 51 درجه مئويه في البصره. وفي مايلي درجه حراره، يعني اليوم اوجه اكيد رسالتي وندائي لمحافظه البصره، خلي عفون المحافظه للنابلسي، يعني 51 درجه مئويه. قبل ايام احنا ذكرنا بان درجه الحراره وصلت عندهم 49 48، قلنا اوكي رب ساعه عندهم راح يوصل عندهم، لكن اليوم ردت اي لكن ارتفاع هسه لوحظه بمحافظه البصره. البصره 51 درجه مئويه، واعتقد ام قصر اكثر 52 اعتقد، يعني 51 52 راح يلمون الغراب ويقفون البيوت ويجون ببغداد. بيوتنا مفتوحه لكم يعني اكيد. وفيما يدرج حوالي بعض المحافظات العراقيه العربيه 42 والموصل 43 وكركوك 44 والانبار 45 درجه مئويه، اما كربلاء المقدسه والنجف الاشرف 47 درجه مئويه، اما البصره وحر البصره اخيرا 51 درجه مئويه. رب ساعد البصره مره ثانيه وثالثه، ونسبه الرطوبه هم عندهم جدا عاليه. حاليا نسبة الرطوبة في بغداد عندنا 24%، لكن في البصرة درجة الحرارة ونسبة الرطوبة تكون أضعاف. البصرة تتميز بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وأيضا ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كلش كبير، لأن هي مطلة على شط العرب فلذلك الغيوم وهذه التفاصيل والبخار. كل أنواع التمر استوى، ما أصلا ما بقى أي شيء، التمر موجود بالأسواق خلاص، النخل ما بقى فيه تمر أصلا هسه بس انتهى بعد. ها هي سهل، الناس حتى بدات تاكل التمر، يعني موجود في الثلاجات وموجود عندنا بالاسواق خلاص انتهى. لا مو هسه اتمنى انه كافي يا صيف. كافي انك كافي تمر؟ لا كافي حر. وينك حر حسين؟ مو انتم محبين الصيف يعني هذا الشيء. لا الصيف حلو بحد ذاته، وايضا حتى الشتاء حلو، لكن سبحان الله انه الشتاء بده يكون نقمه يعني على الناس، لانه يعني يابانات للصيف، وايضا دائما هذه المشاكل اللي تكون لما تمطر الدنيا فيكون نقمه الفيضانات والطرق. حتى الصيف اليوم اصبح نقمه مو نعمه، ليش؟ في واقعنا بالضبط، في واقعنا احنا عندنا الصيف وعندنا الشتاء باشكالات. الشتاء تبدي من ناحيه الامطار والفيضانات، الامطار هو غوث، هو شيء خير، المفروض الناس صح يعني تفضل، وبايام المطر على مود الزرع، بايام المطر المفروض الناس تحتفل، لكن احنا هنا عندنا بواقعنا، لكن للاسف يعني من يصير مطر احنا نقوم نسخن، نقوم نفكر بانه الناس الفقيره، الناس المعادن، الناس العايشه بخيم، الناس بكذا بكذا بكذا، وحتى الناس عايشه جوا خشب حالتهم
وده تلاحظ انه هسه انت بالصيف ارتفع درجات الحراره وايضا انعدام الخدمات وكهرباء ماكو كذلك الصيف، فده يصبح انه اكو تخوف من الشتاء ومن الصيف. لكن نتمنى انه النشره الجويه لكل يوم ان شاء الله تنخفض درجات الحراره ببغداد وكل محافظاتنا العراقيه ان شاء الله، مستقبل الشتاء ان شاء الله باقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله كل مشاهدينا احبه نطلع فاصل ونرجع لكم بعدها نبدي باولى فقراتنا اللي هو موضوعنا لهذا اليوم، خليكم ويانا. ورجعنا ويوم مشاهدينا اكيد نبتدي اولى فقراتنا الصباحيه دائما بموضوع نقاش ببدايه حلقتنا. موضوعنا لهذا اليوم حلو وبالتماس مع الناس وايضا يخاطب كل انسان بداخله وبجوهره اكيد. دائما انه احنا نحب المواضيع اللي تكون هادفه واللي بها التماس مباشر مع الناس. نبتدي موضوعنا ب يعني حديث نبوي شريف، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. حلو الانسان لما اليوم يعرف قدر نفسه ويعرف شنو اللي راح يقدمه، ودائما ما ينزل من شأن نفسه، دائما يعلي من قدره. لكن شنو لما انت اليوم تعلي من قدر نفسك، مو انت توضع نفسك بالتعالي والغرور ودائما تحب روحك وتترك حبك للاخرين بالذات، هنا راح يصبح عندك نكران الذات. اكو انسان يا نور يحب التعالي، يحب يفضل نفسه على غيره، لكن التعالي احيانا اكو انسان يتخذه بصوره سلبيه، بالغرور، بالتكبر، بعدم التفكير بالغير، بالأنانية، بالتفكير بالذات فقط وعدم التفكير بالأشخاص اللي موجودين حواليه. فبالتالي هذا الشيء يصبح أنانية، يصبح حب ذات، يصبح وتفاصيل أخرى سلبية تعكس عليه، على شخصيته، على المجتمع اللي أطرافه. لكن أكو إنسان آخر يتعالى ويبرز من خلال تواضع، من خلال شخصيته البسيطة، من خلال التماسه البسيط ويا الناس، من خلال يفكر بغيره. أكو قول أو حديث أعتقد، حب لأخيك ما تحب لنفسك. حلو هالشيء. هذا الشيء هو هذا المحور، هو يعتبر أحد الأركان اللي راح نتطرق إليه من خلال موضوعنا لهذا اليوم. لذلك احنا حب الذات ونكران الذات. صح، لذلك احنا نقول نكران الذات يا أما هو يكون أنانية من جهة، يا أما تضحية من جهة. أنانية أنه أنت تحب نفسك زيادة عن اللزوم وتفضل نفسك على غيرك، وأيضا اللي يكون بها الجهة الثانية أنه تكون تضحية لما أنت تحب الخير لبقية الناس وأنت تكون إنسان مواضع وبنفس الوقت تكون إنسان بسيط. طبعا أدنى موضوع وأكيد أدنى تقرير يخص هذا الموضوع، نروح ويا حسناء وسجاد. حسناء وسجاد نرجع لكم. احبتي مشاهدي شاشة قناة الديار الفضائية، وتحية طيبة لكل من يشاهدنا حاليا. اكيد يسعد الله صباحكم مشاهدينا وين ما تكونون، من الشمال للجنوب. اليوم موضوعنا راح يكون عن نكران الذات. اذا تعالوا انا وياكم نروح ونشوف اراء الناس حول هذا الموضوع. تابعين. موضوعنا لهذا اليوم هو عن نكران الذات، شو رايك بهذا الموضوع؟ موضوع جيد جدا وممتاز ومناسب للنقاش، لان هذا موضوع شائك وبي عدة امور ومبادئ ووجهات اراء واختلفت بها النقاد والمناقشين بهالامر، وهذا موضوع احنا لازم نناقشه ونوضحه ونأكده للمجتمع ونظهر بصوره الحقيقيه وبعدة ابواب هي الا لازم نوضحها ونسمعها للمشاهد ونخليه تكون عنده معلومه كامله ومطلقه بها. نكران الذات هو بالحقيقة من فكري الشخصي أنا اتجاه هذا الموضوع، معلومتي الشخصية مو معلومة دراسية أو قرائية، معلومتي الشخصية تقول هو أنه شخص ينكر أو ينبذ كل شيء يقدمه، يعتبره فتشي قليل أو حقير، يحتاج يقدم فتشي أحسن منه. تجي من عدة أبواب هاي الحركة، تجي من باب أنه هذا الشخص يحب يكون أحسن، يقدم للمجتمع الشيء الأحسن، يقدم الجوهرة بما مكنون بداخله،
وتجي في باب آخر الأنانية بحيث تكون أنانيته حتى اتجاه أفكاره، وهذا شيء سلبي، ولازم المجتمع يعرف الطريقة اللي ينبذ بها هاي الأمور. بسلبيات وإيجابيات، هو سلاح ذو حدين حسب الاستخدام. الشخص اللي يستخدم هذا الموضوع بالمجال الإيجابي اللي أنكر عملي بمقابل أن أقدم عمل أحسن من عنده للمجتمع وأقدم فتشي يليق بالمجتمع، يقدم جواهرنا الحقيقة اللي مكنونة بداخلنا اللي لازم نطلعها، هذا شيء صحيح. بس أنه أنا أنتقد عملي بمقابل مجرد الانتقاد، هذا يكون مرض ولازم علاجه. يعني بالحقيقة أنه نكران الذات بعدة عوامل، منها أنه يعني انفصام الشخصية أو عدم الثقة بالنفس يولد هيك شغلات، وأكو هواية عالم وخاصة مجتمعنا أنه ما حد ما يدعم التطور أو يدعم شوية، يعني من نشوف أنه مجموعة من الشباب أو عامة الناس أنه يقدمون فد شيء لهذا البلد أو من خلال دراسة أو عمل معين، أكو هواية عالم يعني تنتقص من عنده مكان ما تشجعه أو تنطيفة شوية دافع قوي حتى يقدر ينمي قدراته. واختلاف عندنا يعني احنا نشوفه بالعراق بصورة عامة أكثر من الدول البقية خاصة الدول الغربية. والله بكرة حال يعني فد شيء سلبي للشخص، يعني الشخص أو الفرد لازم يكون عنده ثقة نفسه، ثقة بالأشياء اللي يقوم بها بحياته، ما يصير ينتقص من ذاته، ما يصير ينتقص من شخصيته، دائما يكون ثقته عالية بهذا الشيء. يعني من أخطر الأمور ممكن يمر بها أي فرد معين. هو مرض يعني نكران الذات، يعني هو مرض يعني متواجد عندنا، يعني ينكر شخص المقابلة بحيث يحطم أفكاره. هو حسب الموقف، يعني واحد من يسوي شيء يعني be yourself، فمرات يكون واحد يسوي شيء مفروض يكون مو يعني يتباهى به، فيمكن إنه مريد يعني شو أقول لك يكبر من حجمه قدام الناس فينكر هذا الشيء، مو لأنه ما مقتنع به بس لأنه هو مثل ذي يتواضع. قلة الثقة حسب، إذا هو مقتنع بهذا الموقف جوز هو عنده قلة الثقة، فبس ما اعتبره مرض. واحد ما يصير يفكر بطريقة سلبية يقول مرض. نعم أحبتي المشاهدين، بعد ما عرفنا آراء الناس حول موضوعنا لهذا اليوم، البعض قال تواضع عالي، والبعض قال قلة ثقة، والبعض قال هذا مرض. إذا أحبتي المشاهدين وصلنا الآن لختام تقديمنا وياكم لهذا اليوم، وهذه عودة لزملاء داخل استوديو الديار. شكرا لمتابعتكم. رجعنا لكم مشاهدينا الاحباء بعد ما شفنا هذا التقرير، مشكورين طبعا اسناء وسجاد على هذا التقرير الجميل. اكيد شفنا اراء الناس كثيره حول موضوعنا لهذا اليوم يا نور. البعض منهم قالوا تعتبر مرض، والبعض الثاني قالوا تضحيه. بالفعل يا حسين، اليوم نكران الذات سبب مشاكل كثيره للناس. اكو اختلاف بين هذا الموضوع، بين نكران الذات ونكران الجميل. نكران الجميل لما انت انسان يسوي شيء ايجابي لك وموقف ايجابي، لكن انت تنكر هذا الشيء، وايضا ما يعني تقدمه بشكل جيد، وبنفس الوقت ما ترده. اليوم الحياة اخذ وعطاء، لكن لما انت تقول له شكرا وراح اكيد تفرح بهذا الموقف اللي هو سواه وياك، هذا يكون نكران الجميل. لكن نكران الذات هنا يختلف، راح يكون بين الفرق بين الانانيه وايضا بين التضحيه. مثل ما قلنا اليوم الانانيه تخلي الانسان يفكر بطمع وبجشع وحب لنفسه بشكل كلش كبير، راح يكون مغرور ويكون متعالي ويفقد ثقته بنفسه بشكل مو طبيعي. بما انه ذكرتي نكران الذات ونكران الجميل، اكيد اكو فرق بين نكران الذات وحب الذات. صح. حب الذات احيانا كل انسان يحب، كل انسان يحب نفسه، يحب ذاته، يحب شخصيته، يحب تفاصيله، يعني هو ذاته بعد شخصيته. صحيح. كل انسان يحب هذا الشيء، لكن لازم يكون بنوع من التواضع، لازم يكون بنوع بالتفكير بالغير. ايضا احيانا حب الذات يولد انانيه، يولد شهوانيه، يولد التفكير بالمطامع فقط، بالمصالح فقط، عدم التفكير بالغير.
حين يكون إنسان يدوس على مشاعر غيره، يحاول يمحي شخصية غيره في سبيل أن يتعالى على غيره من الناس في هذا المجتمع اللي هو عايش به، وهذا كله بسبب حب الذات. صحيح، راح يكون عنده ينمو عنده مشاعر تتبع نحو عدم الضمير، وبنفس الوقت راح تكون عنده مشاعر أيضا بداخله تنمو إلى حب إشباع لشهواته وإشباع غرائزه، وأيضا أنه راح يولد عنده إشباع أشياء تكون سلبية بداخله، ما راح يحب أنه غيره، ولكن ينتقص من نفسه دائما إذا شيء يحب يسوي وأنه هو عنده ثقة بنفسه، لكن شنو تكون ثقة مهزوزة وعدم الاتزان. المقابيلة عنده ثقة بالأفعال اللي هو يسويها حتى بالأعمال اللي هو يسويها، لكن هو بينه وبين نفسه يحس انه ما مقدم شيء وغيره دائما يقدم أشياء أفضل من عنده. أحيانا تكون حب الذات والأنانية تتولد من عدم اكتمال الشخصية، أكون إنسان يحس عنده نقص بالشخصية وعدم اتزانها، عدم اتزان، يحس بأنه هو إنسان غير كامل، فيحاول يسوي أمور على مود يتعالى على مود يسد النقص اللي موجود من خلال شخصيته، من خلال نفسه، يثبت أمام نفسه وأمام روحه بأنه هو إنسان متكامل من خلال التعالي، من خلال حب الذات، من خلال المطامع. بس يا حسين هذا يحاول يسد مطامع. صح بالفعل كلام سديد بمحله، لكن هذا بعد فترة راح يولد عنده مرض أنه عدم ثقته بنفسه، وأيضا حب الذات أو الأنانية هو مرض نفسه. صح، نقصان الشخصية راح يكون عنده. هواي تفاصيل اخرى اكيد مشاهدينا حبه، يعني احنا مكملين لموضوعنا لهذا اليوم، لكن ظهرت ارقام الاتصالات في اللي في اسفل الشاشه، نقدر نستقبل اتصالاتكم ونناقشكم حول موضوعكم واراكم حول موضوعنا لهذا اليوم. اكيد احنا بانتظار كل اتصالات مشاهدينا، لان هذا الموضوع مهم وسبب مشاكل هوايه للناس. فعلا مشاكل بالمجتمع، وخاصه يعني بمجتمعنا سواء العراقي العربي المجتمع العالمي الدول المتحضرة أو المتقدمة في العراق، فهموا يعني من خلال التحضر، من خلال هواي تفاصيل أخرى، الدول المتقدمة جدا فهموا هاي التفاصيل، فهموا شنو حب الذات، فهموا شنو نكران الذات، عندهم التواضع شيء من يعني من صفات الإنسان اللي موجودة من طفولته لحد آخر يوم عمره. صح، موجودة بهم من صفات التواضع، حب الغير، الإنسانية، الحب. طبعا الكون والمجتمع هذا تكون على أساس مبدأ، على أساس مبدأ من آدم وحواء عليهما السلام، بدأ على أساس الحب، لكل إنسان لازم يحب أخوه، يحب شخص الثاني، يحب شخص رافقه. دائما الإنسان يقول لك أنا أحب البساطة وأحب الإنسان على طبيعته والتواضع اللي عنده، تواضع، لكن التواضع ما بشكل أنه أنا أنزل نفسي للمقابيلي وأكون ذو شخصية مهزوزة، هذا الشيء يكون خطأ لعذرا لفهم بعض الأشخاص لهذه المفردة. لكن التواضع يكون دائما بالتعامل وأيضا بالأخلاق، لما أنت تتواضع للشخص اللي موجود أمامك هذا من سمات رقي أخلاقك وأيضا تكوين شخصيتك. وأغلب الناس اليوم من يعني أبراز شخصيتهم وسماتهم بالمجتمع ثقافتهم اللي تكون عالية، وأبراز شخصيتهم أيضا وتكبير شخصيتهم قدام الناس إنه هم أدم هذا التواضع اللي موجود. زين، إذا نور خلينا نتناقش بشيء بالواقع أو شيء بالعامية، خلينا نقولها بيوم الأيام أكو إنسان يريد يبرز روحه، يريد يبين بأنه هاي شخصية، من يفوت من مكان هاي الشخصية فلان شخصية، شلون يبرز روحه؟ أكو إنسان يحاول يبرز روحه من خلال يتكبر، ما يسلم على هذا والذاك، على مود يبين روحه بأنه هاي الشخصية، على مود هذا غرور هذا، لكن هو يحس بأنه هو هذا هاي الشخصية، هو هيك الناس راح تحترمه. التعالي والتكبر. يروح الإنسان يفوت من مكان مزدحم أو مكان يسلم هذا على ذاك، وابتسام من هذا، سلام على هذا، حب لهذا، كلمة لطيفة لهذا الإنسان، فبالتالي هو هنا الحب، هنا كون شخصيته، هنا كون شخصيته، خلى كل الناس يسرق له ومحبه. بالفعل وضع بصمة بين الناس وكل الناس راح تحترمه، وإذا هذه الثقة بنفسه راح تزيد وشخصيته بين الناس راح تكون عالية. ما خسر شيء اليوم الإنسان لما يكون متواضع ويكون بسيط، لكن يبتعد عن المرض النفسي اللي بداخله وحب الآن وهذه النرجسية اللي تكون بينه وبين نفسه، فبالتالي حيخسر نفسه ويخسر شخصيته قدام الناس. أنت ذكرتي قبل شوية شيء جدا مهم، قلتي حاليا موجود في مجتمعنا هذا الموضوع، فعلا موجود في مجتمعنا حب الذات والمطامع والجشع والشهوانية من قبل الإنسان، خلت هواية تفاصيل أخرى موجودة في حياتنا اليومية تنعكس سلبا على المواطن العراقي بشكل عام. مدرسة المشاكل اللي موجودة بدوائر الدولة بالمؤسسات بهواية تفاصيل، وأحيانا بالقطاعات الاعتيادية يعني الأهلية وبأي مكان موجود، أحيانا السرة مثلا كمثال، يعني هذا أيضا مرتبط بموضوعنا لهذا اليوم بالفعل اللي هو حب الذات. أحيانا يكون الإنسان يفضل نفسه على شخص ثاني،
سارة موجود بمكان معين، كان يكون دائرة حكومية، كان يكون على فرن الصمون، خلينا نشتيها بطريقة. يجي إنسان يتعالى بأنه هو بصراحة حالة حال الناس الغيرين، أنت بشر حالك حال غيرك، يحاول بطريقة معينة، يحاول يجي فرصة ثانية ما أدري إيش هذا، في سبيل دخل بمكان ونسى هذا. لكن أنت تلاحظ أنه نسى الناس موجودين وياه. طيب يا أخي حب لي أخيك ما تحب لي نفسك. لكن هاي أصبحت قليلة، لكن أن خلية قليلة يعانون منها. لكن أكو ناس خيرة وأكو ناس أنه تتعظ من هذا الموضوع وبهم صفات وسمات تكون جميلة، لكن البعض الآخر إحنا نجي نقول بعض والبعض أكيد، أكيد البعض بعض الآخر ولو خليت قلبت بالفعل، صح كلامك. لكن إحنا نتمنى أنه ما يكون هذا الموضوع سبب مشاكل للناس، وأيضا نكون الذات بحد ذاته مشكلة، لأنه الإنسان خلي يكون عنده ثقة بنفسه عالية حتى يكون شخصيته ويكون دائما سمات حلوة وجميلة بين الناس. فعلا بالنسبة لحب الذات أحيانا هو حب الذات جدًا ذكرنا بأنه مطلوب، لكن تواضع، لكن بحب لأخيك ما تحب لنفسك. حب ذاتك أوكي تمام، بس حب أخيك، حب الشخص اللي يرافقك بعملك بحياتك اليومية بأي مكان، بأي مكان لازم تحب. خلي هذه روح المسامحة، تحترم كلامه، تحترم رؤيته، تحترم أي صفة ودعماً أصغي للمقابل، أعطي نصائح. أحيانا كل إنسان يبخل بسبب حب الذات، يعني يبخل بنصيحة على الشخص الثاني حتى لو كان أقرب الناس إلا، حتى لو كان أخو، حتى لو كان صديقة، لكن يبخل بها بحب الذات الأنانية. يشوف الإنسان على غلط ما ينصحه، حتى ما يكون أحسن من عنده ولا أرقى من عنده. وبالفعل أنه هذه النصيحة لو كان قدمها كان أنه سبب شيء إيجابي، وأيضا كان عمل شيء مثل ما نقول إحنا أجر وثواب بنفسه. لكن للأسف بخل حتى بهذه الكلمة الطيبة، وبخل حتى بهذه النصيحة، حتى ما يقبل أنه يكون المقابلة أحسن من عنده أو أرقى بالمجتمع. والكلمة الطيبة صدقة، صدقة. فبالتالي نكران الذات هو شيء جدا مطلوب، لازم الإنسان ما يمحي شخصيته بنكران الذات. أحيانا أكو ناس يفهمون في كلمة نكران الذات بأن الإنسان ينكر شخصيته يمحيها تماما، صح. لا، الشخصية لازم تكون موجودة لكن بتواضع. المفروض الإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف سماته الجميلة، وبنفس الوقت يعرف كل عيب موجود بشخصيته وأيضا بأخلاقه. أكيد موضوعنا طويل مشاهدين الأحبة، خلونا نكمل موضوعنا لكن بعد هذا الفاصل غنائي، خليكم ويانا. ورجعنا وياكم مشاهدينا بعد هذه الأغنية الحلوة، مش مخرجنا وأيضا مونتيرنا عبد الله على هذا الذوق العالي والغالي. أكيد طبعا احنا مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا وفقراتنا أكيد الصباحية، لكن بعدنا وكيت بموضوع نقاشنا لهذا اليوم اللي هو نكران الذات. يا حسين، طيب نور، بما ان احنا موضوعنا نكران الذات، هم صادفش بيوم من الأيام إنسان أناني أو يحاول يصعد على أكتاف الآخرين؟ طبعا احنا اليوم مو فقط انسان واحد، نقول اشخاص كثيرة صادفناهم بحياتنا، لان اليوم انت بتشوف ما شاء الله بيومنا هذا مئات الناس والاشخاص، لكن شنو تلاحظ انه هذا الشخص البسيط وهذا الشخص المتواضع وبنفس الوقت هذا الشخص الاناني، فهو اكو اشخاص للاسف انانيين صادفش بيوم نفسهم. طيب شلون قدرت تتعاملين وياه؟ تحاولين تصرفيه وتركيه حالة التعامل مع هيك أشخاص حسين، لأنه هو حب لنفسه وحب الأنانية اللي موجودة بداخله، فأنت يعني تحب أنه تحاول تتقرب له، لكن أنت تتقرب خطوة للأمام إله، لكن هو ينسحب خطوات الوراء. فعلا أكو إنسان من كثر حب الذات وعدم تفهم شخصية الآخر، صحيح، يسوي نفس هذا الكلام اللي قلت. لكن إحنا نحاول، يعني كل إنسان حتى لو كان على خطأ نحاول ننصحه، نحاول نرشده، نحاول المشكلة أنه تتقرب له لكن هو يبتعد، لذلك تلاحظ أنه صعوبة من خلال الاندماج وياه أو الاقتراب إليه. أكو إنسان ما يقبل النصيحة، أكو إنسان ما يقبل الانتقاد، أكو إنسان ما يفهم شنو معنى بأنه أكو إنسان ثاني يريد الخير إليه، يحب مصلحته ويحب ينصحه، لكن هو ما يعتبرها نصيحة هنا. المشكلة والأكثر لا، اعتبرها أنه انتقاد لشخصيته ولنفسه. انتقاد، لكن أكون حتى الانتقاد مطلوب، يعني كل إنسان لازم يتقبل انتقاد البناء. إذا كان انتقاد بناء كل إنسان يتقبله، لكن أكو إنسان اللي هو حب الذات، الإنسان اللي عنده حب الذات أو الأنانية أو الجشل اللي في داخله وحب ذاته ما يفهم هذا الشيء، ما يفهم هذا الانتقاد، هي هالمشكلة. إنه موضوعنا طويل يعني، لكن نتمنى كل شخص يكون عنده شيء من نكران الذات، شيء من العفوية، شيء من التواضع. كل إنسان لازم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هاي الكلمة كلمة عظيمة، جملة عظيمة، حب لأخيك ما تحب لنفسك. نتمنى كلنا بأنه نمشي على هذا النحو على مدى نعيش حياة اجتماعية
سلسة سهلة. وقلة من الناس اليوم اللي تضحي واللي تقدم التضحية حتى الناس الموجودين بحياتهم يقدرون انه يستمرون بحياتهم ويقدمون افضل ما عندهم. وحلو الانسان لما يعرف مميزاته الحلوة والجميلة وبنفس الوقت يعرف عيوبه ويصححها. اكيد موضوعنا هذا اذا نحشي به اكثر راح نطول اكثر ساعات. صحيح. لكن خلينا نطلع من هذا المود ونبدي فقرات شنو رايك؟ حلو فقراتنا. اكيد موضوع نقاشنا انتهت مشاهدينا، واكيد وصلنا هسه لفقره الابراج واللي الكل تنتظر هذه الفقره حتى تعرف اليوم حظها وشنو الاخبار لهذا اليوم من الجانب العاطفي وايضا الجانب المهني. عندنا البرج الاول لهذا اليوم مهني الحمل، قد تقوم ببعض الأعمال الإضافية اليوم تساعد بها الأصدقاء. فإن هذا الشيء يطابق موضوعنا اليوم وتيرنا حيشتغل عمل إضافي. بالضبط. قد تقوم ببعض الأعمال الإضافية اليوم اليوم تساعد بها بعض الأصدقاء. فهذا ينطبق على موضوعنا لهذا اليوم اللي هو أصحاب برج الحمل اليوم قد تقوم ببعض الأعمال الإضافية ويساعد به أصدقائه ويتعاون به ويا أصدقائه. عنده مساعدة وبنفس الوقت تعاون وأيضا تواضع. حلو هذا الشيء. ينطبق على موضوعنا لهذا اليوم. وعاطفياً حاول التعامل مع الحبيب بليونة أكثر حتى تكسب قلبه. كن سلس وكون هادئ. ماكو. في تعاملك مع الحبيب. ما بد مشاكل. ماكو كثر عن الحبيب. سلسة وحلوة. حلو هالشيء. وصلنا لبرج الثور لهذا اليوم مهنيا، اليوم لا داعي لليأس وعليك المحاولة مرة أخرى من جديد. الإنسان يفشل ودائما أنه يكون عنده إحباط، لكن ما يخلي هذا الإحباط واليأس عنده مدى حياته، لكن احنا دائما نقول غدا أجمل والأيام اللي جاية من حياتنا تكون حلوة وجميلة. وحظك من الجانب العاطفي تشعر أن علاقتك بالحبيب تتطور بشكل سريع. حلو هالشيء. ودائما احنا نريد ونتمنى كل التطور والسريع يكون من الجانب المهني والجانب العاطفي بشكل خاص. كنا نتمنى التطور الإيجابي. حلو. أكيد فعلا. أكيد. وبرج الجوزاء هذا اليوم مهنيا تحظى اليوم بتقدير بسبب أفكارك الرائعة وعملك الرائع. وعاطفيا قد تقابل اليوم حب حياتك. كن مستعد. كن مستعد يا أصحاب برج الجوزاء، اليوم نوعا ما ستقابل حب حياتك. حلو اليوم. كل الإعجاب من النظرة الأولى طبعا. راح يدق باب راح يدق الباب اليوم. خلي ينتظر اليوم برج الجوزاء. انت كن جاهز. برج الأسد صار هذا اليوم مهنيا، اليوم تشعر بالتعب خلال هذه الفترة وعدم القدرة على متابعة عملك. أكيد الصحة والسلامة لمواليد برج السرطان لهذا اليوم. عاطفيا تسمع الكثير من كلمات الحب من حبيبك مما يشعرك بالسعادة. حلو هالشيء. دائما نقول الكلام الحلو والتعامل بليونة يطلع شلون الحياة مزاغور. الكلام الجميل يجلب السعادة ويقدر يغير مزاج أي شخص. أكيد. في هذا الكون الكلام الجميل المعسول لطيف، وخاصة إذا كان من الإنسان نحبه. بس أهم شيء يكون هذا الكلام حقيقي، مو ما يخرج من القلب. لا نابع من القلب، ما أبي اصطناع. ما يخرج من القلب يدخل القلب. حلو هالشيء. وبرج الأسد لهذا اليوم مهنيا، اليوم يتحسن أمورك المادية والعملية بشكل تدريجي. فعلا نتمنى لكل أبراجنا لكل مشاهدينا أمور المادية والعملية تتحسن إن شاء الله نحو الأفضل. وعاطفيا حاول عدم التسرع في اتخاذ قرارات بشأن علاقتك بالحبيب. شو رايك بالناس اللي يتسرعون ويتخذون اي قرار بتسرع وعدم تفكير؟ للاسف حسين بعد فتره راح يكون هنالك شعور بالندم، والشعور بالندم راح يكون كله صعب لانه انت بفترة عصبيه وايضا بفتره تهور انت اتخذت هذا القرار وما كان انت تتخذه. لذلك دائما نقول لمشاهدينا التروي والحكمه باتخاذ القرارات حتى بعد فتره لا سامح الله لا تتندمون. فعلا كل انسان لازم ما يتخذ قرار حتى لو كان قرار بسيط جدا، لكن بتفكير وبتأني وبسلاسة وبهدوء على مود تاخذ قرار صح او اجراء صح ويكون ايجابي ما يدفع عليه سلبا. التعامل بهدوء دائما اللي يكون الحكمه من اتخاذ القرارات وايضا التعامل بحكمه ورؤيه وهدوء يكون دائما بحياتنا حتى دائما حياتنا تكون سلسه وتمشي بدون مشاكل ان شاء الله. برج العذراء لهذا اليوم مهنيا، تقع اليوم في بعض الامور المحرجه في عملك، اما من الجانب العاطفي حبيبك ينتظر قرارك النهائي بخصوص استمرار علاقتكما. رجعنا لكم مشاهدينا لكم فقرة الأبراج والميزان لهذا اليوم.
مهنيا اليوم حول الالتزام بقوانين عملك وعدم مخالفة القوانين اللي وضعت لصالحنا ويصالح كل إنسان على مود لا ينظلم أي إنسان أو أي شخص في حياته اليومية. لذلك لازم نلتزم كنا بقوانيننا أو بالقوانين المفروضة علينا على مود تمشي حياتنا بسلاسة. شو رأيك؟ أهم شيء أنه اليوم إحنا نلتزم قوانين، وأيضا هذه القوانين تكون شيء أساسي بحياتنا، وما نخالف الأشياء اللي تكون أساسية، لأنه بعض الناس اليوم تخالف ودائما عندهم المخالفة شيء أساسي، وبالتالي هذا ولا شيء سلبي يأثر على الناس، مشاكل دائما تكون أجزاء بحياتهم. شاهد أنه أنت التوتر والضغط اللي يكون بحياة الناس بسبب عدم اتزان حياتهم بشكل أساسي. وعاطفيا يا برج الميزان، تغضب بسبب تصرفات الحبيب الغير لائقة. حاول تكون هادئ، حاول تستقبل هذه التصرفات، وبعدها بعد ما تهدأ حاول تنصحه وترشده للطريق الإيجابي أو الصحيح اللي يرضيك ويرضي. برج العقرب لهذا اليوم، حظك يقول أن الجانب المهني قد تقع اليوم تحت ضغوط، وعليك أن تأخذ قرارات حاسمة. إن شاء الله ماكو ضغوط ولا أكو مشاكل، أكو توتر بالفعل، حتأخذ اليوم قرارات تكون حاسمة بأكيد عملك المهني. إن شاء الله أنه تكون هذه القرارات رائبة، تكون جيدة ومحلها. وحظك من الجانب العاطفي، حاول عدم التدخل في خلافات الحبيب، ابتعد عن الخلافات ويا حبيبك، وانطي شوية حرية وفسحة من الأمل حتى يعرف يعتمد على حاله ويأخذ قراراته بنفسه. أكيد احترام شخصية الغير جدا مطلوبة. أكون إنسان أحيانا بعلاقاتنا الاجتماعية والعلاقات الارتباط، يعني أكون إنسان يفرض شخصيته على الآخر ويمحي شخصية الثاني، بس هذا شيء جدا غلط. بمبدأ حب التملك. حب التملك أوكي، حب التملك مطلوب وموجود عند كل إنسان، هذه غريزة إلهية موجودة يعني عند كل إنسان، في قلب كل إنسان وفي عقل كل إنسان، لكن ما لازم نمحي شخصية غيرنا. كل إنسان عنده تفكيره وعنده مجتمع وعنده بيئة العايش فيه وعنده ثقافته وعنده هواية تفاصيل أخرى معينة موجودة في حياته. إحنا ما نجي بيوم من الأيام بمجرد الارتباط نمحي. أرقى شوية، لكن ما أفرض آرائي بمبدأ الجبر والغصب وأنه خلاص هذه أفكاري لازم أنت تمشي عليها وتتبعها، لكن أخذ من عنده مبدأ الشورى، وأيضا أظل أسولف وياه لحد ما أبقى وياه للنتيجة الصحة. أكيد كل إنسان لازم نرشده لحد ما يوصل إلى بر الأمان، خلينا نقول بهالطريقة. وبرج القوس لهذا اليوم، مهنيا العديد من المهام تتوكل إليك اليوم، حاول أن تكون مستعد لهذه المهام. وعاطفيا لا داعي لتجاهل الحبيب، حاول الاهتمام به أكثر وأكثر. كل إنسان محتاج للاهتمام، كل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى. إحنا نقال على الأنثى بأن الأنثى هي محتاجة اهتمام، محتاجة نوع من الحنان، محتاجة من تفاصيل أخرى، لكن الذكر أيضا هو بشر من دم ولحم مشاعر وقلب وعقل، فبالتالي هو محتاج لاهتمام لتفاصيل أخرى حال حال أي إنسان آخر. كل علاقة بالدنيا يسين يكون إطارها الاحترام وأيضا الاهتمام. إذا كان العنصرين ما موجودين بكل علاقة اجتماعية أكيد ما راح تنجح هذه العلاقة. لابد أكو حب وأكو اهتمام وأكيد أكو احترام. برج الجدي لهذا اليوم، مهنين اليوم لديك العديد من المهام، حاول تنظيم وقتك. لم عندك شغل كلش هواية، لكن حسن وقتك وسوي لك جدول عملي حتى تنظم كل أعمالك لهذا اليوم يا برج الجدي. وأيضا عاطفيا، حاول أن تقترب أكثر من الحبيب، دائما أطلع طفية وأتقرب مسافات وخلي هذه المسافات تكون قريبة لك بعد المسافات، دائما خلي تكون صلة الرحم موجودة. أكيد الإنسان إذا تقرب من الشخص الثاني بالتالي راح يفهمه أكثر وتمشي حياتهم بصورة سلسة أكثر. صح. وبرج الدلو لهذا اليوم، مهنيا اليوم تواجه العديد من الضغوط والقرارات التي يجب أن تأخذها. رب يساعدك يا أصحاب برج الدلو، وإن شاء الله تقدر تتخذ القرارات الحاسمة أو الإيجابية في حياتك لهذا اليوم. وعاطفيا تحسن اليوم وضعك العاطفي وأمورك مع الشريك مستقرة. نقول الحمد لله شكر، وبالتالي نتمنى لكل أبراجنا لكل مشاهدين تكون حياتهم العاطفية مستقرة مع شريكهم. بس اليوم برج الدلو حظه حلو لأنه علاقته العاطفية حتتحسن ويشهد هذا الاستقرار اللي موجود. وأيضا أما مهنيا لبرج الدلو يقول بأنه ضغوطات وقرارات حاسمة لازم يتخذها، لكن نتمنى بأنه يتخذها بطريقة إيجابية. مو مشكلة شغلة، بس أهم شيء اليوم ماشي حياته العاطفية. طيب ما نسحب برج الدلو ها لا
انا قلت الحمد لله وشكر يعني. يلا يلا ماكو ان شاء الله لا ضغوط ولا قرارات حسين، ووضعك اكيد في هم يبشر الخير. اكو استقرار، ما طول اكو استقرار من الجانب العاطفي فالجانب المهني راح يكون استقرار بي ايضا ان شاء الله خير. يلا ان شاء الله. وختامها مسك مع برج الحوت لهذا اليوم، حاول ان تتعلم بعض الاشياء الجديده التي تفيدك في عملك، وايضا من الجانب العاطفي حاول ان تقترب اكثر من الحبيب وتهتم به اكثر واكثر. رجعنا لكم مهدينا الأحبة، وقبل كم حلقة يا نور وعدت الناس بشيء معين. حسناء كنا حلقة أنا وحسناء ذكرت بأنه فقرة جمالك وفقرة الأزياء راح تكون مقتصرة وحصريا على أعتقد ويا حضرتك كانت حسناء. لا أنا قلت لك إحنا دائما نهتم بجمال البنات، لذلك راح تكون فقرة الجمال مخصصة للبنات. وأنا وعدت مشاهدينا بأنه راح تكون لنا فقرة للرجال من ناحية الأزياء من ناحية قصات الشعر. بقيت مصر على هذا الموضوع. لذلك مشاهدينا حققنا هذا الشيء وقدرنا نوفر شيء للرجال، وراح نطلع وياكم بفيديو عن أزياء الرجال. تابعوا ونرجع لكم. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد هذه الفقرة، فقرة الأزياء. طبعا حسين شاكرين ذوقك لأنه كان ذوقك كلش حلو، وأيضا هذه الفقرة كانت حلوة، وبنفس الوقت أنه صيحات الموضة وأيضا اتباع كل الأشياء تكون عصرية، وبالتالي التجديد في عالم الموضة مطلوب. أهم شيء أنه الشاب اليوم يهتم بإطلالته وأناقته واتباع الموضة، وكانت هذه الفقرة خصوصا للشباب بملابس بسهم، وهذه فقرة الأزياء التابعة لصيحات الموضة لعام 2017. أكيد مثل ما وعدت يعني المتابعين من فئة الرجالية ومن جنس الذكر بأنه أكو فقرات للرجال ليست فقط للنساء، فلذلك قدرنا نحقق هاي الفقرة. أكيد مشاهدينا أحب نبدأكم بفقرة الصحف لهذا اليوم وآخر الأخبار المحلية والدولية والاجتماعية لهذا اليوم، ونبدأها بصحيفة المستقبل العراقي. وعندنا الخبر الأول يقول المطر الذهبي يشع في سماء الأرض. شاهدت هذا الشيء يمكن نور الشهب أو النازك اللي ظهرت قبل كم يوم، حتى أعلنوا عنها على الفيسبوك على تويتر وتفاصيل أخرى. أكيد شاهدنا. وعندنا هذا الخبر يقول يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية هذه الأيام واحدة من أجمل الظواهر الفلكية، يطلق عليها أحيانا اسم المطر الذهبي، وهي عبارة عن زخات من الشهب بلغت ذروتها ليلة السبت أو الأحد، وظهرت زخات الشهب الفلكية ظاهرة سنوية تشهدها الأرض في شهر أغسطس من كل عام. شو رأيك بهذا الشيء اللي شفناه قبل كم يوم، وأيضا في بغداد يعني شفنا لكن بشليل. طبعا احنا نتمنى انه دائما هذه الاشياء تكون جالبة خير، واكيد فالها يكون فال دائما الخير والرزق لكل الناس، وان ما صاحب بعض المواقف اللي تكون سلبية، لكن اذا شهدوا هذه النيزك وايضا بعض هذه الاشياء اللي تكون ان تكون خير، اهم شيء ان تكون خير ان شاء الله. اكيد. وعندنا الخبر الاخر، في الفلبين الكلاب عمال انقاذ. قدم فريق مكافحة الكوارث في مانيلا عاصمة الفلبين تدريبا مجانيا لأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يريدون أن تصبح كلابهم مهيئة للقيام بأعمال إنقاذ عندما يضرب زلزال مدمر المدينة. الاستعداد لزلزال قوته 7.2 درجة، يعتقد جيولوجيون فلبينيون أنه قد يضرب العاصمة. تقوم هيئة تنمية مانيلا بتدريب عشرات من المتطوعين وكلابهم على أعمال برامج البحث وإنقاذ كل يوم سبت. شنو رأيك بهذا الشيء؟ مهيئين للإنقاذ من الزلزال، سيضرب عاصمة الفلبين، فبالتالي دربوا أصحاب الحيوانات الأليفة على مود حيواناتهم تقدر تنقذ أكبر عدد من الناس. دائما التخطيط والتنظيم المسبق لكل شيء بالحياة تحب أنت تسويه، أما اتخاذ قراري أما مشروعي أما خطة، لما توضع لها شيء دقيق بحياتك وأيضا حتكون أنت متحضر لها نفسيا معنويا وأيضا ماديا، هذا الشيء بالتالي حيجيب لك سعادة، وبنفس الوقت ما راح يكون هنالك لا ضرر ولا حتى أنه راح تكون كارثة. فبالتالي عندنا الفلبين متخذين إجراء مسبق أيضا
ليس فقط مع الإنسان وإنما مع الحيوانات الأليفة. يعني مدربين حيوانات أليفة على مود يستقبل الزلزال ويحاول يستعد أكبر عدد من الناس ويقل حياته. أتمنى هذا الشيء أن يكون موجود بالعراق حتى إحنا نتفادى كوارث كثيرة تكون هنا موجودة. إحنا نتمنى أكيد إن شاء الله. وأن نيجيري يدعم فقراء بلاده بتطبيق هاتفي، خبر ملفت للنظر. أنا نحاول نقرأ. نجح مهندس برمجيات نيجيري في ابتكار تطبيق على الانترنت يحاول من خلاله القضاء على الجوع عن طريق محاربة هدر الغذاء. ويتيح تطبيق تشوبيري للجمعيات الخيرية شراء الأغذية التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها بأسعار منخفضة على من المتجر للتبرع بها للمعوزين. وقام المهندس أوسكار بتطوير التطبيق لتقليل الغذاء المهدر في نيجيريا متأثرا بتجربته الخاصة، إذ أن نشأته الفقيرة التي عانى منها من نقص الغذاء ألهمته الفكرة والوضحة. مرت علينا فترة في الأسرة مرض فيها والدي وتوقف عن العمل، وأتذكر جيدا خلال تلك الفكرة كم كان توفير وجبة غذائية كاملة يشكل تحديا، أثر ذلك نفسيا وأكاديميا على الشخص، وبالتالي كون هذا التطبيق المجاني وعلى في سبيل أن يساعد أكبر عدد الناس أو يطعم أكبر عدد من الناس. أكيد الصحيفة الأخرى مع نور. وأكيد صحيفتنا التالية لهذا اليوم صحيفة الزوراء، وبالصفحة الأخيرة منها نطالع أهم العناوين. عينا على العالم، الكشف عن طائرة صغيرة بدون طيار تطلق النار على الهدف أثناء التطبيق، والسينما العراقية تحتفي بعيدها 62، تقيم دائرة السينما والمسرح في الساعة 10 من صباح اليوم الثلاثاء فعالية بمناسبة عيد السينما العراقية على خشبة المسرح الوطني. وقال المخرج فارس طعمة التميمي مدير قسم السينما إن منهاج الحفل هذا العام سيكون مغايرا في إعداد المطبوعات الخاصة بالمناسبة وبالعروض التي ستقدم، منها لوحة استعراضية دائرة أكيد والمطبوعات الخاصة ولوحة استعراضية للفرقة الوطنية وللفنون الشعبية عنوانها السينما من تصميم وإخراج الفنان فؤاد ذنون وتدريب الفنانة هنا عبدالله. هم هذا الشيء أكيد. وباحتفال اليوم عيد ميلاد السينما العراقية 62 نتمنى أنه سينمتنا العراقية أن تبقى بإطلالة جميلة وبأوج كل الأشياء اللي هي تقدمها، ونتمنى دائما التطور والحداثة بشكل أساسي وإيجابي أن يكون بالفن العراقي وأيضا بالسينما العراقية، وبتلتزم الصمت تجاه أزمة طليقها. وهيفاء وهبي تعيش أسوأ أيام حياتها. كارول سماحة تحقق نجاحا جديدا خلال حفلها الاستثنائي في الباترون، وأحضروا مخترع قواعد كلمات السر الآمنة. لماذا أغلق عبد الحسين عبد الرضا الهاتف في وجه أصالة؟ والعنوان التالي يقول شب حسون توجه رسالة لمنظمي الزفاف الملكي في دبي. طبعا شب حسون بخلال أنه إحياء هذا الحفل الملكي بدبي حست بألم شديد بمعدتها، لذلك أن حبت أن تعمل بث مباشر وأن يعني تتأسف من الناس لأنه هي انسحبت من خلال هذه الحفلة، وأكيد إحياء هذا الزفاف حتى تقدم بالبث المباشر شيء أنه يكون أسف للناس. وشمس الكويت تتخطى 1,000,000 مشاهدة بأغنية ظلم قلبي، ومؤسس ومدير المايكروسوفت ينفق 300 مليون دولار، وكمبيوتر خارق إلى الفضاء لحل المشكلات الأخرى. وأكيد قبل لا أبدأ الصحيفة الأخرى، بما أنه ذكرتي خبر حول السينما العراقية وعيد السينما العراقية، حاب أهني كل السينمائيين العراقيين اللي يعملون بصمت ويحاولون يقدمون صورة عن العراق في المحافل الدولية والعربية والعالمية بأفلامهم السينمائية من إنتاجات عراقية بسيطة لكن بإبداعات متميزة جدا. وأحيانا حاليا نشوف أفلام سينمائية هواي ناس أحيانا بمنصاص يعني قريبة السينما خلاص السينما في الفنون الجميلة. أكو سينمائيين مبدعين يقدمون أعمال فنية أفلام سينمائية صارت إلى مهرجانات عالمية. أوقات إذا أقول قدام شخص معين حتى بحياتي اليوم أقول قدام شخص بأن أكو فيلم سينمائي عراقي، فيلم عراقي ما شايف فيلم عراقي، يعني الأفلام العراقية انعدمت من 6 يكون بعض المصدمة لكثير من الناس.
بالضبط. وانا مثلي بان اكو سينما عراقيه شغاله افلام سينمائيه تكون مؤهله للشباب بالضبط، لانه امكاناتهم بسيطه، امكاناتهم محدوده بجهود ذاتيه وبامكانيات ذاتيه وبانتاجهم الذاتي الشخصي. تلاحظ انه يكون المجهود شخصي وانتاج شخصي ايضا، لكن دا يحاولون دا يقدمون اكو افلام انعرضت في كان السينمائي، اكو افلام دا تنعرض في مهرجانات في مصر، وافلام اخرى دا تنعرض في محافل دوليه. وقبل فتره اكو فيلم سينمائي عرض في مهرجان المهرة الدولي في دبي من وكرم من قبل حاكم دبي. هذا فعلا شيء نفتخر به، يعني ذاتي لكن قدم انجاز، يكون دلالة على إرادة وإصرار. يعني أكيد الشباب يحاولون يقدمون أفضل ما عندهم من مواهب وأيضا من طاقات شبابية يحبون يخدمون بها العراق، وأيضا حتى يكون اليوم العراق بنظرة تكون جميلة بين البلدان البقية. طيب شنو رايك انه بيوم من الايام راح نسوي حلقه على السينما؟ ان شاء الله اكيد ان شاء الله. السينما العراقي نقول مثل العراق بالمحافل الدوليه وبين صوره العراق الجميله وغير فكره الناس عن العراق. نتمنى هالشيء ان شاء الله. فاكيد مشاهدينا نحب نطلع فاصل وبعدها راجع لكم، خليكم ويانا. وهذه عادة جديدة وياكم مشاهدين. أكيد نتمنى كانت حلقتنا حلوة لليوم، فقراتنا الصباحية كانت أيضا حلوة وجميلة واستعدتوا بها بأكيد موضوع نقاشنا لليوم نكران الذات وشنو الأسباب وأيضا المحاولات وأيضا العلاجات بهذا الموضوع، حتى اليوم الإنسان يتفادى المشاكل ويتفادى أنه النظرة السلبة اللي راح تكون عند بعض من الناس، وأيضا حتى يكون دائما متفائل ودائما هذه الإصرار والإرادة تكون عنده موجودة، والنظرة الإيجابية لكثير من الناس اللي راح يحبون اكيد هذا الشخص بصفاته الجميله بتواضعه واكيد ببساطته. اكيد بعد ما حكينا عن فقراتنا لهذا اليوم اللي هو موضوع نكران الذات مثل ما ذكرتي، وايضا فقره الابراج، نتمنى الحظ السعيد لكل ابراجنا ولكل متابعينا ولكل مشاهدي قناه الديار الفضائيه من داخل او خارج العراق. لكن حاليا وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى ان نلتقيكم في حلقات قادمه بفقرات جديده بمواضيع جديده ومنوعه ان شاء الله. والختام ويات شيانور. تقبلوا تحياتي مشاهدينا نور الشي وتحيات زميلي حسين الصالحي وكل كادر العمل، ان شاء الله اشوفكم باشر والعراق دائما بالف سلامه. مع الف سلامه.